والآن إلى مقال اليوم وعنوانه ملفات معقدة أمام الحكومة الجديدة، المنشور في صحيفة الغد للكاتب الصحفي زيدون الحديد. يقول الحديد في مستهل مقاله: في ظل تسلمه لمهامه كرئيس مكلف للحكومة، يواجه الدكتور جعفر حسان اختبارا صعبا أمام ملفات شائكة أثرت كثيرا على المملكة، والتي تشمل المديونية والبطالة وملف المياه والأمن الغذائي. يسأل الكاتب: هل يمتلك حسان القدرة على النجاح في إدارة هذه الملفات الصعبة وإقناع مجلس النواب على إدارتها ونيل ثقتهم كونهم التركيبة الأصعب منذ أكثر من 3 عقود؟ وبرأيه أنه ستحتاج الحكومة الجديدة إلى بناء علاقات قوية مع النواب والأحزاب وتقديم خطط واضحة وشفافة لمعالجة الأزمات، فهل سيتمكن حسان من إقناع المجلس ببرنامجه، أم ستواجه حكومته معارضة قوية تؤثر على استقرارها؟ يختم الحديد مقاله قائلا: تواجه حكومة الدكتور جعفر حسان اختبارا مصيريا يتطلب منها التعامل بفعالية مع الملفات الأكثر تعقيدا في تاريخ الأردن الحديث، والنجاح في هذه المهمة سيعتمد على قدرة الحكومة على تقديم حلول واقعية وشاملة. للحديث عن ما جاء في هذا المقال نرحب بالكاتب الصحفي زيدون الحديد. أستاذ زيدون صباح الخير. خير أخوي مهند، ويسعد صباح جميع مشاهدي قناة رؤية سيدي. أهلا وسهلا فيك سيد زيدون. بناء علاقات قوية بين مجلس النواب والأحزاب والحكومة، برأيك ألا يضعف العمل الرقابي المطلوب من المجلس؟ يا سيدي كلامك سليم وصحيح 100%، لكن بتوقع إذا بدنا نحكي بشكل عام عن تشكيل هذه الحكومة، وخليني أتحدث عن أنه اليوم تشكيل الدكتور جعفر حسان تميز بالكفاءات القوية الحقيقة، وفي بشكل عام هي حكومة تكنوقراط، وبالتالي لو نظرنا إلى كيف طبيعة التشكيلة وتقسيمتها رح نشاهد أنه اليوم شكل 32 وزير، منهم طبعا الدكتور جعفر حسان، 14 منهم من حكومة الخصاوني، يعني بما معنى أنه هناك ملفات سابقة يريد إكمالها الدكتور جعفر حسان، وأعتقد هذا جاء بناء على خلفيته، كان سابقا مديرا لمكتب جلالة الملك، وكان على علم وعلى اطلاع بما تقوم به حكومة الدكتور بشر الخصاوني. ومن ثم يعني وجدنا أنه وضع 8 وزراء من حكومات سابقة، يعني هذا دليل على أنه يجب إكمال بعض الملفات التي تم إركانها على مثل ما يقولوا على الرف. وأضاف بهذه التشكيلة 8 وزراء. ألا إذا إحنا نظرنا لهذه التشكيلة بشكل عام سيدي، منشوف بأنه الدكتور جعفر حسان يعني بحاول قدر المستطاع بأنه يوقف ممكن الخطر القادم من مجلس النواب، كونه ذو تشكيلة جديدة وتشكيلة أشبه بالحزبية، لأنه اليوم أنت تتحدث عن دخول جبهة العمل الإسلامي إلى قبة البرلمان، ويعني بتمتع هذا الحزب بعدد لا بأس به من النواب، وبالتالي الدكتور جعفر حسان يعني بيحاول قدر المستطاع بأنه يوقف لهيب أو رشقات النارية اللي ممكن تكون عليه خلال طرحه للميزانية 2025. نعم، طيب يعني برأيك من الملفات الشائكة التي يجب أن تواجهها الحكومة، ألا يعتبر تفكيك منظومة الضرائب المتشابكة هي من أسهل الخطوات التي يمكن أن تلجأ إليها أي حكومة، وأن تلجأ إليها بشكل متدرج لتحفيز الاقتصاد وحل الكثير من المشاكل؟ يا سيدي الضرائب نعم هذا أبدا يقولون الحل السريع، لكن إحنا اليوم بقانون الموازنة العامة يعني يجب على الحكومة بالبداية أن تقنع مجلس النواب بتقديم من خلال تقديم تحليل دقيق للموارد المتاحة لها، وكشف المصروفات المتوقعة التي ستقدمها الحكومة، وبالتالي عمل تقديرات لإيرادات النفقات. هذا كله يمكن أن يكون يعني يسهل على الحكومة في حال أرادت رفع الضرائب كحل سريع وكحل مبدئي.
لكن أيضا أتوقع يا سيدي الكريم بأنه اليوم ليس فقط رفع الضرائب هو الوسيلة الوحيدة، لكن لو عدنا إلى الخلف قليلا لوجدنا أنه الدكتور جعفر حسان كان وزيرا للتخطيط لعدة حكومات سابقة، وبالتالي الرجل لديه القدرة على تعزيز العلاقات الدولية مع المؤسسات المالية والدولية، وبذلك يمكنه الحصول على الدعم الفني والمالي. نعم. طيب أستاذ زيدون، يعني عندما تتحدث عن الضرائب في الأردن ستصطدم طبعا بصندوق النقد الدولي ونصائح له الأردن وفرض ضرائب وإيقاف كل أشكال الدعم عن السلع، يعني برأيك الخروج من عباءة صندوق النقد الدولي هل سيغير واقع الحال وواقع معيشة المواطن في الأردن؟ أنا بأكد لك نعم صحيح هذا، لكن هناك ملف صعب جدا صعب، ويعني أتوقع بأنه أكبر ملف يمكن أن يواجه صعوبة فيه، يعني تواجه فيه صعوبة هذه الحكومة، ألا وهو المحافظة على استقرار الاقتصاد. نعم. يعني خاصة بالثقة، إعادة الثقة في الاقتصاد المحلي. اليوم إحنا بنواجه أنه الاقتصاد المحلي هناك خروج للاستثمارات إلى دول مجاورة، وبالتالي بسبب سوء في البيئة الاستثمارية. هذا الملف يجب على حكومة الدكتور جعفر حسان أن ينظر إليه جيدا. يعني بدي أشكر وجودك معنا الكاتب الصحفي زيدون الحديد، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.